راضي. طيب ناخد بقى الرأي الفني والكابتن أيمن منصور نجم المنتخب الوطني السابق. كابتن أيمن مساء الخير. مساء الخير عليك يا سيف ومساء الخير على كل المشاهدين. أخبارك يا كابتن؟ والله حبيبي يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن سيف. رأي حضرتك النهارده في المباراة فنيا؟ والله فنيا برضو مش بالشكل المطلوب اللي احنا متعودين بيه من لاعيبة مصر أو منتخب مصر، يعني الأداء ما كانش بالأداء المميز، لكن احنا بنقول احنا كنا في منحنى برضه كتسيف صعب شوية. الفرق الأفريقية دلوقتي تطورت كتير جدا جدا عن الماضي يعني. فأنا شايف إن احنا برضه المنحنى عديناه يعني بستر ربنا، الحمد لله رب العالمين، إن احنا عدينا المنحنى بتاع النهارده دوت. طيب كابتن، انا قلت في الانترو، انا اسف على مقاطعه حضرتك، قلت في الانترو ان كيروش النهارده ما اجتهدش، يعني لعب بالامور طبيعيه، ولكن المنتخب فيه لعيبه كبار واسامي كبيره وادوا الحقيقه بشكل جيد، ولكن المنتخب محتاج روح. ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا تختلف. لا انا اتفق معاك تماما ان هي حته الروح دي الـ 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 يعني زي ما تقول النمره واحد، ان احنا صح يبقى عندك روح وبعد كده كل الفنيات تبقى تيجي. احنا كنا مثلا لما بتبقى في منتخب مصر ساعات بتكسب بالروح بتاعتك، يعني الروح بتاعتك ديت لما تكون في روح قتاليه وغيره في الملعب، وكنا مثلا ازاي نغطي بعض، ازاي ان احنا يبقى في غيره على المنتخب بتاعنا وعايزين نكسب وعايزين ان انت تبقى سباق بالاهداف. فدي كلها يعني لو واحد او اثنين او ثلاثه بكل خط يعني دي كلها بتنعكس على اللعيبه كلها. فانا شايف ان برضو روح لازم تكون مغروزه في كل واحد لعيبه المنتخب، لكن انا بقول برضو احنا بنعذرهم لان طبعا كان المباراه السابقه طبعا ما كانش كله على المستوى المطلوب خالص خالص يعني. وان كان طبعا النهارده الى حد ما يعني شويه اللعيبه برضو تحس ان هي برضو مدياك انطباع ان احنا عايزين نكسب. اي نعم في الفرقه او المنتخب صح اللي قدامك الى حد ما برضو كان بيبادلك الهجمات، وكان اخر 10 دقائق دي كان برضو صعب شويه، والحمد لله ان الهدف اللي دخل مرمانا دوت مش بالشكل، الحمد لله ان ربنا عداها وطلعت اللي هي الحكم حسبها فاول بعد رجوع للفار. لكن الروح مطلوبه جدا 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 كانت سيف مع الفنيات بتاعت كل لعيب، اللعيبه ثقيله جدا جدا ولعيبه كبار ولعيبه ازاي يتحملوا مسؤوليه في وقت الصعب. فانا شايف لا كل لعيب عندنا في فرقه فكلهم طبعا اكيد حاسين بشعور جمهور مصر كله، يعني جمهور مصر كله كان برضو النهارده الانظار ان هم يعملوا مباراه كويسه صح سواء فنيه وكمان حته ان هم عايزين يتمتعوا بالاداء بتاعهم ان شاء الله باذن الله. يا كابتن احنا هنعمل نفسنا ان احنا الاداء نخليه على جنب صح، بحيث ان احنا الحمد لله مرينا من المنحنى ده شويه ونيجي بقى نتماسك شويه ونبص للروح ونبص في الفنيات ونبص للاداء في الدور اللي بعد كده ان شاء الله تعمل ان شاء الله باذن الله مع المنتخب السوداني، وبعد كده ان شاء الله تيجي تعمل بقى الادوار اللي جايه ما فيهاش هزار. فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني نتغاضى عن حته الاداء دي خالص النهارده. انا مقتنع جدا بحضرتك، وهنبتدي من المباراه اللي جايه وان شاء الله متمسكين بالامل وداعمين جدا للمنتخب. كابتن ايمن، عايز اخد حضرتك في حته برضو سريع. احمد ايمن منصور، هل هناك عروض من نادي الزمالك وهل هو بيفكر؟ والله انا زيك والله في الصيف يعني انا يعني عروض نادي الزمالك، ما انا كنت قاعد معاك يمكن برضو في اكثر من استوديو كابتن سيف. الاسم بيتقال ان هو احمد ايمن رايح الزمالك، انا يعني ما فيش تفعيل في انه رايح الزمالك. ما فيش عرض رسمي يعني حتى الان يعني. نعم ما فيش عرض رسمي حتى الان يعني. ما فيش لا خالص، ما فيش اي عرض رسمي من الزمالك لغايه دلوقتي. تمام. ان كل ده انا بالسوشيال ميديا مع احترامي الكامل للسوشيال ميديا طبعا. ان لا ما فيش اي عرض من نادي الزمالك لاحمد خلال السنوات السابقه، بس احمد كان برضو قاب قوسين او ادنى من نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. فطبعا انا يعني انت عارف برضو الواحد بيبقى شهادته مجروحه شويه. لكن احنا ان شاء الله باذن الله اللي احمد يشوفه باذن الله النادي اللي هيلعب فيه ده ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل الحال ويقدر يكمل فيه باذن الله.
بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا، كل التوفيق لحضرتك ولاحمد والمنتخب ان شاء الله في اللي جاي. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن منصور نجم.